ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث والسياسي العراقي الأستاذ نظير الكندوري. أستاذ نظير، بداية مرحبا بكم. يعني طلب لمعصوم تأجيل جلسة البرلمان التي ستحسم تشكيل الكتلة الأكبر، وحديث أيضا عن أن الرئيس لا يملك الصلاحية في ذلك. يعني هذا اللغط إن صح التعبير في إطار أزمة يعيشها شركاء العملية السياسية، كيف تقرأه؟ حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. يعني هذا الإجراء ما هو إلا دليل على التخبط الذي تعاني منه العملية السياسية، وإلا فإن الموعد قد بت يعني بعد ظهور النتائج الانتخابات وأصدر به مرسوم جمهوري، ثم يعاد النقاش مرة ثانية لتأجيل هذا الموعد بسبب عدم يعني نجاح الكتل السياسية بالوصول إلى تشكيل الكتلة الأكبر. ولا أظن التأجيل إلى حد يوم يعني 10 بالشهر الحالي سوف يعني يمكن هذه الكتل من حسم يعني مناقشاتها لتشكيل الكتلة الأكبر، وستبقى الدوامة السياسية مستمرة. القيادي في تيار الحكمة حبيب الطرفي يقول إن انشقاق فالح الفياض سيعمق الخلافات داخل ما سماه الكتل الشيعية الحاكمة. إلى أي مدى ترى أستاذ نظير يعني أن هذا الانشقاق ربما يضرب بالفعل عمق التكتلات الشيعية على خلفية الخلاف على تقاسم الكعكة إن صح التعبير؟ يعني هو من ليس الغريب بخروج فالح الفياض وانشقاقه على العبادي، بل هو الغريب انه استمر لحد الان مع العبادي. وعلى ما يبدو ان هذه الكتل السياسيه سوف تعاني من التشظي والانقسامات، ليس في كتله العبادي فقط، انما ربما حتى في الكتل المنافسه له، وستبقى هذه الدوامه. وانا يعني اعتقد ان مصير الحكم الأحزاب الموالية لإيران على كف عفريت، ربما تتغير هذه التحالفات من حين إلى آخر، ويعني لا أظن أنهم سوف يعني يحسمون هذا الصراع السياسي وتشكيل كتلة أكبر يعني قريبا. يعني ردود فعل الميليشيات حول إقالة حبيب الطرفي يبدو أنها غاضبة، يعني إلى أي حد يمكن أن يصل هذا الغضب؟ فعلا، لأنه هو هذا الشخص يعني محسوب تماما على الميليشيات الحشد، وإقالته وتحجيم نفوذه سيؤثر على يعني الدور الفاعل يعني للحشد. وأظن أنه هذا الشرخ يعني شرخ كبير حدث ما بين العبادي والتيار الذي يمثله، وما بين يعني الحشد الشعبي وبقيادة هادي العامري، ولربما هذه ستكون قطيعة يعني ليس لها ربما مستقبلا يعني إصلاح بينها. بل كان هادي العامري صريح جدا حينما قال ان اي حكومه ستكون يعني من قبل الجهه يعني برعايه الامريكان، بمعنى حكومه يراسها العبادي سوف يعمل على اسقاطها خلال اشهر، وهو تهديد صريح وواضح بانه لا رجعه، ان يعني هذا الكسر العظام ما بين التيار العبادي والتيار الهادي سوف يستمر ولا مجال للتوفيق بين هذين التيارين. هل يمكن أن يكون لسلاح الميليشيات دور ربما في هذه الصراعات؟ يعني نحن قلناها وغيري من المحللين قالوا بأن يعني نهاية المطاف هذه الميليشيات سوف تكون هي أداة صراع ما بين الأحزاب الشيعية يعني المستولية على السلطة. وأنا أتوقع أن ربما ستكون هذه الأحزاب الميليشيات هي الأداة العسكرية لحسم الخلافات الموجودة بين الأحزاب، ويعني ربما هذا الأمر ليس بعيدا، ربما سيكون قريبا لحسم هذه الخلافات، ويعني البلد ربما يتجه إلى حالة صراع عسكري والنزول إلى الشارع للتنافس ما بين هذه الكتل السياسية. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي السيد نظير كندوري، شكرا جزيلا لك.